نهاركم سعيد. النهاردة هنعمل وصفة لذيذة من المطبخ المصري، هي الناس بتستصعبها لكن هي سهلة جدا. هنعملها النهاردة بشكل لطيف وهنشوف التريكات بتاعتنا اللي هي المفروض هتبقى جديدة فيها. يعني العادي احنا بنعملها بشكل الخلطة القديم بتاعنا اللي كل البيوت المصرية بتعملها، لكن احنا عندنا شوية تريكات النهاردة جميلة فيها كده وملزلزة كده وجميلة وطعمها حلو. هنعمل ممبار وكبدة بلية حلويات. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. في بولة فاضية هنحط الرز بتاعنا بمقدار كوباية وربع، هنحط التوم بمقدار معلقتين صغيرين، هنحط التوم البودرة بمقدار معلقتين صغيرين، كزبرة مطحونة بمقدار معلقتين صغيرين، معلقتين نعناع مفروم، معلقة أكل كبيرة بن محوي، نص معلقة فلنجة أو كبابة صيني مطحونة، هنحط مقدار 5 معالق بصل مبشور وزيهم 5 معالق طماطم متقطعة صغيرة، هنحط مقدار نص كوباية عصير طماطم، نص كوباية كبيرة كده حلوة يعني، هنحط مقدار 10 معالق خضرة من المفرومة بتاعتنا، نص فنجان زيت زيتون، ربع معلقة صغيرة شطة بودرة، معلقتين صغيرين ملح، معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون، معلقة طعام معجون طماطم، فنجان دبس رمان. وبعدين هنقلب بالشكل ده كده، نحط لها شويه زيت زيتون صغيرين عشان تمشي معايا الرز كده. هنسيبها ترتاح شويه في الثلاجه على ما نجهز الميه اللي بتحفظ طعم ونكهه الممبار اثناء التسويه. عندنا حله ميه سخنه للسلق، هنحط لها توم مفروم، توم باودر لحفظ برضو طعم التتبيله جوه الممبار، شويه كزبره يعني قد ربع معلقه كده صغيره، معلقتين معجون طماطم، نص كوباية عصير طماطم، معلقة صغيرة بن، ومقدار معلقة صغيرة خضرة، ونسيبها تغلي كويس عشان تبقى جاهزة للسلق. شايفين لونها بقى عامل ازاي؟ محتاجين نغطيها عشان تحفظ درجة حرارتها كويس، ونوطي عليها النار شوية عشان تقدر تغلي بشكل كويس وبدون ما تفقد درجة حرارتها وهي مفتوحة. الخلطة بتاعتنا ارتاحت في التلاجة كويس. عندنا ممبار بقري متنضف كويس بالشكل ده، هننقله في مساحة كده خالية عشان نبتدي نحشيه. عندنا قمع عشان نقدر نبقى متحكمين في الحشو كويس ويقدر الرز يخش جوه بشكل سلس وأسهل بكتير. هنجيبها كده بصبعنا كده بسهولة وهنبتدي نلبسها للقمع بالشكل ده، وهندخل جوه القمع عشان نضمن ان هي ما تتزحلقش. زي ما انتم شايفين كده مكملين في الحشو بالشكل ده، بس نسيسه كده عشان الرز ايه ينزل بالشكل دوت عن طريق الام. اي حاجه بتاخد شبت وطماطم وبصل وتوم البن بيخليها بن، بيخليها جنان. الفليفر بتاع البن نفسه مع الشبت والتوم والبصل والطماطم بيعلي طعم الحاجه وبيعلي نكهتها بشكل فظيع. التركه بقى اللي هنعملها في الممبار بتاعنا هي خيط دوباره عادي خالص بس يكون نظيف. هنبتدي نربط بيه الاول طرف الممبار، والربطه تكون محكمه عشان احنا هنستغل الربطه دي في فصل القطع اللي متربطه عن بعضها عشان يبقى حجمه صغير وشكله لطيف جدا. لازم تكون الربطه محكمه بالشكل ده كده، قافلين بيها الاول، بعدين هنبدا نربط من هنا كمان، وهنبدا نربط من هنا كمان، وهنربط من هنا كمان، هنبدا نربط فيه ونقسمه عشان يعمل لنا اشكال كده صغيره وقطع صغيره، وبنحكم الربط عليه عشان خاطر يفصل عن بعضه بعد السلق. هنبدا بقى نسلقه. عندنا الميه هنا اللي جهزناها، هنقلبها كويس كده
نشيل المنبر. نحطه فيها وبعدين نغطي. بنستعد نطلع المنبار دلوقتي بعد ما خد 25 دقيقة في السلق في المية بقى بالشكل ده. طلعنا المنبار وهنبتدي نقسمه، نقطع الفواصل ونشيل الدبارة. بعد ما المنبار اتقطع بالشكل ده كده وبقى عامل زي البونبوني، فصلناه عن الفواصل بتاعته وشلنا منه الدبارة. هنبتدي بقى نحطه في طاسة ونسويه مع الكبدة في طاسة على النار. هنحط مكعب 2 3 4 5 مكعب زبدة ونقلبه كده عشان يسيح كويس. طول ما هي بتدوب معايا كده قلبي بيدوب. هننزل بثلاث مكعبات ليا ونقلب كويس. سيمفونية عظمة. هنجيب الفلفل الحراق بتاعنا، ميكس فلفل حراق كده نقطع قطع صغيرة. هنحط مقدار 10 شرايح صغيرين ونقلب كويس. هنجيب بصل مبشور مقدار معلقتين. عندنا كبدة بقري مستمرة في التقليب كويس، بقلب كويس. عندي توم سلايس قطع شرايح كده رفيعة زي ما قلنا اللي هي تحب التوم وتحب الكزبره والكمون. هنجيب كمون، هنجيب فلفل اسود مقدار نص معلقه صغيره، هنجيب كزبره ناشفه تستمر في التقليب، هنجيب فلفل الوان احمر، فلفل الوان اصفر، هنقلب كويس. كده الكبدة غالبا استوت. هنحط البونبوني بقى بتاعنا اللي هو هنفضيله مكان صغير كده ونحطه يتحمر مع الزيت بتاع الحلويات. ده ميكس من الشبت والبقدونس اللي حسينا منه المنبار، شبت وبقدونس وكزبرة. هنحط منه كده بعدين هنحط ملح فلفل اسود. هنغرف بورق جرجير زي ما انتم شايفين كده، طبعا ورق الجرجير يحب الحلويات. يلا بينا نغرف. هنحط الكبده نعمل بيها ميزان للطبق، بعدين نحط البونبوني بتاعنا. ناخد من الخلاصه بتاعتنا كده ونسقسق، بعدين هنبدي رشة خضرة، شوية طماطم متقطعة مكعبات. وبكده تبقى الوصفة بتاعتنا النهاردة خلصت. يا رب تكون عجبتكم ان شاء الله. جربوها وقولوا لنا ايه رأيكم. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.